في 10 أشياء إذا لساتك بتعمليهم بعمرك ما رح تتطوري. بهذا الفيديو رح أحكي لك شو هم العشر أشياء اللي عم بمنعوا تطورك، وإذا بتوقفي تعمليهم رح تتغير حياتك تماماً. من بعد ما تحضري هالفيديو رح تعرفي إنه ما في شيء بيوقف بطريقة تطورنا إلا نحنا، وكل شيء تاني عبارة عن حجج. لخص لكم نقاط الحلقة عشان يكون سهل عليكم ترجعوا لهم، تقدروا تنزلوهم مجاناً من اللينك اللي بالديسكريبشن بوكس. النقطة الأولى اللي عم تمنع تطورك إنك ما بتحطي حالك أولوية. إذا أنتي من الناس اللي دائماً بتحط الناس أولوية وبتحاول بس ترضي الناس على حساب راحتها، فهاي مشكلة كتير كبيرة، لأنه بوقت الجد الناس اللي بتحاولي ترضيهم رح يختاروا حالهم وأنتي رح تصفي بدون شيء. 2. قلة حب الذات. طول ما أنتي ما بتحبي حالك وبتحترمي حالك، ما حدا رح يحترمك ويحبك بالشكل الصح. ومش بس هيك، بسبب قلة حب الذات ما رح تعملي أي شيء يفيدك بدافع تطوير نفسك، مثل إنك تدرسي بتركيز عشان بدك مستقبل أحسن لإلك، أو إنك تتدربي عشان بتحبي جسمك وبدك تكوني حدا قوي وصحي. 3. الخوف من الفشل. أكيد الفشل بيوصلنا لحالة سيئة ومنتضايق، بس بتعرفي شو الأسوأ من الفشل؟ إنه ما نوقف بعد ما نفشل، والأسوأ إنه نخاف منه. النجاح مستحيل يجي بدون الفشل، لأنه بسبب الأشياء اللي منغلط فيها منتعلم وبصير عنا خبرة ومنتفاداها بالمحاولات اللي بعدها. عشان هيك إذا في شي حابة تعمليه من قلبك والإشي الوحيد اللي موقفك هو الخوف من الفشل، لازم ترجعي تفكري بالموضوع. 4. ما في أهداف واضحة. ما رح نركض ونحن ما بنعرف ليش عم نركض، لوين رايحين. عشان هيك لما تصحي الصبح وتلاقي حالك ما إلك نفس، هاد لأنه ما في هدف معين. اسمعي هاي الحلقة من هاتونس بودكاست إذا مو عارفة شو شغفك، وإن شاء الله رح تلاقيه. 5. المثالية. كبرنا بفكرة عامة اللي هي المثالية، كل شيء لازم يكون مثالي وممتاز بدون أي غلطة، وهالشيء مستحيل يكون حقيقة. فكرة إنه لازم كل شيء يكون مثالي عم تخرب علينا كتير أشياء، لأنه إذا دققنا بالتفاصيل ومنحاول كل شيء يكون بيرفكت، اللي رح يصير إنه رح نخرب الإشي كامل. الحقيقة مش هيك، اللي بحلينا مش بس الصفات الكاملة وعيوبنا، وهالشي مش بس بحالك، حتى بالأشياء اللي بتشتغلي عليها. أكيد حاولي تعملي اللي عليك وكله يكون تمام، بس إذا في شي ما زبط معك عادي، ولا أي حدا كامل، الكمال لله بس. 6. البعد عن الله. هاي من أكبر الأسباب اللي بتمنع تطورنا، لأنه للأسف ننسى إنه الحياة هاي رايحة، في حياة رح نعيشها ما في منها مهرب أصلاً، واللي هي الآخرة. في فكرة غلط عند الناس إنه إذا بصلي وبعمل كل اللي علي حياتي رح تكون بيرفكت. الحياة ما رح تكون بيرفكت، بس رح تكوني راضية فيها. بركة الله بتنحط بحياتك، الراحة النفسية، التوكل، ومعرفة إنه أنتي مو لحالك. حتى لو كنتي بأكتر مكان فاضي بالعالم، بالعتمة وبأسوأ أيامك وما حدا معك، بس الله معك. 7. المقارنة. لازم تنتهي، لأنه المقارنة عم تدمر حياتك لسبب واحد، إنك رح تضلك مركز بحياة غيرك وتنسي حالك. الحدا الوحيد اللي لازم تنفسي هو أنتي. تسألي حالك كيف بتقدري تكوني أحسن من حالك اللي أنتي عليها هلأ، كيف ممكن تتطوري، مش تكوني أحسن من الناس. لأنه أي شيء مكتوب لك ما في أي حدا بالحياة رح ياخده منك، لأنه هذا نصيبك اللي الله كتبه. 8. عدم الاهتمام بصحتك الجسدية والعقلية. الرياضة مهمة، والأكل الصحي مهم، وحالتك النفسية مهمة. هاي كلها أشياء بتقويكي وبتخليكي قادرة تتحملي أي شيء بيجي بوجهك، مع التوكل أكيد. رح تصيري تفكري بتركيز أكتر، ورح تقدري تتعاملي مع المواقف السيئة بشكل أفضل، ورح تبلشي توصلي للأشياء اللي بدك إياها. وبتقدري تعملي هيك بإنك تثقفي حالك أكتر عن نوع جسمك وشو الأكل المناسب لإلك حسب الأهداف اللي بدك توصلي لها. تقدري تقرأي كتب عن المواضيع اللي حابة تعرفيها كمان. 9. المماطلة. إذا عندك فكرة بدماغك ومطنشيتها صار لك سنين، أظن صار الوقت إنك تقومي وتبلشي تعمليها وتطبقيها. هاي مشكلة كتير من الناس، الكسل والمماطلة، وبيكون بدماغهم أفكار كتيرة، والكلمة اللي دايماً بيحكوها بعدين. بس عشان هيك مو كل الناس بتنجح وبتوصل للي بدها إياه، لأنهم ما حاولوا وجربوا، لأنه بيخلوا لكل شي بعدين. لا، جربي وشوفي شو ممكن يصير. يمكن يكون أسوأ شيء بتعمليه بحياتك، بس رح تتعلمي منه أكيد، أو أحسن شيء بتعمليه بحياتك. والنقطة الأخيرة اللي كتير مهمة، واللي أكيد 99% منا بيعاني منها، اللي هي التمسك بالماضي. الماضي راح وخلص، ما في أي شيء بربطنا فيه، ممكن نتائج وعواقب، لكن ما في شيء بإيدنا هلأ إلا اللحظة اللي نحن عايشينها، اللي عايشينها هلأ بهالوقت.
اللي أنت عم تحضري فيها هالفيديو، وبس هذا اللي بهم. اللي بتختاري تعمليه هلا بعد ساعة رح يكون الماضي. عشان ما ترجعي تندمي اختاري الأشياء اللي بتعمليها بالشكل الصحيح، والماضي اتركيه بحاله انتهى. وما رح تقدري تنسي الماضي إذا ما قدرتي تسامحي حالك، وهالشي مرات بيكون صعب، بس هاي الحلقة من هاتونس بودكاست رح تساعدك تسامحي حالك وتتخطي الماضي بطريقة صحية. أنا كتير مبسوطة إني جزء من رحلة التغيير تاعتك. ضلك مآمنة بالله وبحالك، ورح أشوفك عن قريب بالحلقات الجاي. مع السلامة.